في ظل رئاسة العدالة والتنمية، إنجازات اقتصادية تركية تقابلها تحديات عديدة لا تعرف التجارب الاقتصادية للدول نجاحات مستمرة دون أن تواجه التحديات. وعادة ما توجد مشكلات تؤثر بشكل ما على أداء الاقتصاد الكلي، وما يرتبط به من تداعيات اجتماعية تؤثر على مستوى الرضا لدى المجتمع، وبالأخص الجمهور المؤيد للحزب الحاكم. عاشت تركيا منذ عام 2018 تجربة جديدة في ظل الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ليصبح الرئيس رجب طيب أردوغان أول رئيس عبر الانتخابات المباشرة. ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمانية ورئاسية في تركيا في 15 من مايو لعام 2023. من الملفات المهمة في هذه الانتخابات القضايا الاقتصادية التي شغلت المجتمع التركي على مدار السنوات ما بعد عام 2018، وكذلك القضايا الاقتصادية التي ينتظر أن تحدد شكل المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع التركي. وفي هذا الفيديو نتناول تجربة حزب العدالة والتنمية الحاكم وما مرت به من نجاحات وتحديات برئاسة رجب طيب أردوغان. إنجازات مهمة. تتسم التجربة الاقتصادية والاجتماعية لحزب العدالة والتنمية بتركيا بالإيجابية والتطور منذ تولي السلطة في عام 2003، واستمرارا لهذا التطور الإيجابي حقق الحزب برئاسة أردوغان العديد من الإنجازات خلال فترة رئاسته الأولى كرئيس للجمهورية، والتي تنتهي في منتصف عام 2023. وفيما يلي أبرز هذه الإنجازات: افتتاح مطار إسطنبول. عبر المشروعات الكبرى دشن الرئيس أردوغان فترته الأولى في الرئاسة بافتتاح مطار إسطنبول الدولي في نهاية أكتوبر تشرين الأول عام 2018، الذي يتسع في مرحلته الأولى لخدمة 90 مليون مسافر سنويا، وتستكمل مراحل عمله الأربع في عام 2028 ليصل طاقته القصوى لخدمة المسافرين، ويسع حينها لنحو 200 مليون مسافر سنويا ليكون أكبر مطار في العالم. التجارة الخارجية. على صعيد التجارة الخارجية تواصل الصادرات السلعية لتركيا نموها بشكل مباشر، على الرغم من المشكلات التي مرت بها تركيا على صعيد ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية، ولكن الصادرات السلعية اعتمدت بشكل رئيسي على القاعدة الإنتاجية القوية التي حولت أزمة سعر الصرف إلى فرصة. فقد قفزت الصادرات التركية إلى 225 مليار دولار بنهاية عام 2021، بينما كانت بحدود 177 مليار دولار في عام 2018، وذلك وفق بيانات معهد الإحصاء التركي. وتشير أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي إلى أن قيمة صادرات التكنولوجيا المتقدمة بلغت في عام 2020 بتركيا 4 مليارات دولار، بعد أن كانت 3.5 مليارات دولار في عام 2018. ومما تحقق أيضا الحفاظ على حقوق تركيا وقبرص التركية في ثروة الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، واستعداد تركيا للدفاع عن حقوقها في ضوء قواعد القانون الدولي، وكذلك إبرام بعض الاتفاقيات التي تساعدها في وضع قوي في هذا الملف عبر اتفاق لترسيم الحدود بينها وبين ليبيا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019. وفي أغسطس آب 2020 أعلن أردوغان عن اكتشاف أول بئر لغاز طبيعي بمنطقة البحر الأسود، وقد توالت فيما بعد اكتشافات لآبار أخرى للغاز في المنطقة ذاتها. وتشير التوقعات إلى أن إمكانيات الغاز في البحر الأسود تغطي كامل احتياجات تركيا من الغاز لمدة 7 سنوات. وفي يونيو حزيران 2021 دشن الرئيس أردوغان مشروع قناة إسطنبول، وذلك من أجل تخفيف
ريف الزحام الشديد في مضيق البسفور الذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، حيث إن طاقة المضيق تتحمل مرور نحو 25 ألف سفينة سنويا، بينما تمر به الآن أكثر من 43 ألف سفينة كل عام، مما يؤدي إلى طول فترة السفن للمرور. ويتوقع أن يبلغ عدد السفن التي تمر بمضيق البسفور في 2050 نحو 78 ألف سفينة، ومن المستهدف أن تبلغ تكلفة قناة اسطنبول 15 مليار دولار. أما على صعيد الصناعات الدفاعية والتسليح، فتركيا قد زادت من صادراتها من الأسلحة بنسبة 30% مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، كما أن واردات تركيا من الأسلحة خلال الفترة الممتدة من عام 2016 إلى 2020 انخفضت بنسبة 59% مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الخمس السابقة لعام 2016. بالإضافة إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية في عام 2020 بلغ 1500 شركة. وفي مجال صناعة السيارات، نجحت تركيا برئاسة أردوغان من أن تجعل نفسها مركزا استراتيجيا لصناعة السيارات، حيث يضم إلى شركتها المحلية نحو 13 شركة عالمية لعلامات تجارية كبرى في مجال السيارات، وتتخذ هذه العلامات التجارية من 9 مدن تركية مكانا لإقامة مصانعها. وفي قطاع السياحة، تعد تركيا ضمن أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، واستطاعت خلال عام 2021 أن تستعيد حيوية قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا، حيث تشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن عدد السائحين لتركيا بلغ 30 مليون سائح مقارنة ب 15 مليون في عام 2020. وبلغت الإيرادات السياحية لتركيا في عام 2021 ما قيمته 25 مليار دولار مقارنة ب 12 مليار في عام 2020. من أهم إنجازات العدالة والتنمية هو الرئيس أردوغان أداء الحكومة الإيجابي في أزمة كورونا، حيث وفرت الرعاية الصحية مجانية لكافة المصابين بالجائحة، وقدمت التطعيمات بالمجان مع رعاية اجتماعية لكبار السن. وكان من أهم الجوانب الإيجابية في هذا الملف هو الشفافية التي اتسم بها الأداء الحكومي في إدارة الأزمة وبمتابعة مباشرة من الرئاسة التركية. اتخذت تركيا برئاسة أردوغان منذ عام 2013 مواقف سياسية وعسكرية جعلتها هدفا من قبل قوى إقليمية ودولية، فموقف تركيا المؤيد لثورات الربيع العربي واحتضانها المعارضين للثورات المضادة من الدول العربية بل والإقليم جعلها مستهدفة سياسيا واقتصاديا. وكان لخروج قواتها العسكرية في عدد من الدول الإقليمية والعربية أثر في محاولات البعض للضغط عليها اقتصاديا لإفشال دورها الإقليمي سياسيا وعسكريا، هذا بالإضافة إلى عدة عوامل تتعلق بالسياسة المحلية، من ما أدى إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية خلال فترة ما بعد عام 2018، منها انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم. يقدم حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان على انتخابات منتصف 2023 معتمدين على إرث من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها طفرة البنية الأساسية وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وكذلك الحفاظ على مقدرات تركيا الإنتاجية واستمرار استهداف التصدير وانتعاش قطاع السياحة لما يوفره من فرص عمل وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن هناك ملفات أخرى تمثل تحديا للحزب وللرئيس أردوغان، يوعدان بإنجازات مهمة في ملف التحديات، وتتخذ المعارضة من هذه الملفات التي تمثل تحديات أمام الحكومة التركية مادة لمهاجمتها. وفي ظل المنافسة الحالية، يمكن القول أن السيناريو المرجح أن يكون حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان في مقدمة النتائج الانتخابية، ولكن في ظل ظروف صعبة ومنافسة شرسة.